ألف مبروك لحضراتكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. كان احنا المفروض حلف اليمين ده بيتم في مبنى النقابة العامة، لكن ظروف تشييد المبنى الجديد حالت ان احنا نبقى نستقبل حضراتكم النهاردة في النقابة ان شاء الله. عن قريب سيتم افتتاح مبنى جديد وحديث لنقابة المحامين إليك بيكم وبمهنة المحاماة. طبعا حضراتكم عشان تحلفوا اليمين هذا بقالكم تعملوا اجراءات شهرين وثلاثه، دي مش نهايه المطاف، لا دي بدايه المطاف مع النقابه. بمجرد حصولك على الكارنيه احنا النقابه بتقدم لك كل الدعم وكل العون في ممارسه مهنه المحاماه. الاستاذ النقيب العام الاستاذ سامح عاشور بيدعم ابنائه وبناته المحامين الجدد، بيقدم لكم الدعم في كل مناحي القانون، بنعمل دورات مجانيه في اللغات والقانون الجنائي والمرافعات وكل حاجه. كل الدورات دي النقابه بتقدمها مجانا من خلال لجنه الشؤون السياسيه ولجنه الشباب اللي انا بشرف برئاستهم وبدعوكم للانضمام ليهم. بالاضافه ان احنا بنعمل لكم معارض للبدل وللازياء للمحامين والمحاميات باسعار مخفضه ومدعمه. لسه مؤخرا كنا عاملين معرض بالتعاون مع نقابه شمال النقيب هشام زين في معرض في نادي المعادي، كان معرض لقى اقبال كبير من الشباب، فان شاء الله عن قريب سيتم الاعلان عن معرض جديد. زي ما انا بقول لكم وبلزمكم تلبسوا بدل، بنقدم لكم الدعم وبنقدم لكم بدل مخفضه وملابس مخفضه ومدعمه. وان شاء الله في دوره جديده في شرح قانون الرياضه والتحكيم في المنازعات الرياضيه بنقدمها مجانا لشباب المحامين. عملنا الجزء الاول من شهرين وان شاء الله الجزء الثاني هيبدا. الدوره دي اللجنه الاولمبيه بتعملها اكتر من 2000 جنيه، احنا عملناها مجانا والشهاده مجانا. ان شاء الله سيتم الاعلان عنها على موقع النقابه وعلى الصفحه الشخصيه بتاعتي، فان شاء الله ادعوكم للانضمام ليها. والف مبروك لحضراتكم وربنا معاكم.